مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا في بث لايف جديد مع كريم من اوائل الثانويه العامه. علمي جايب 99.5%. النهارده احنا معاه عشان يقول لنا شويه نصايح للي خلاص هيمتحنوا العربي الاسبوع الجاي. عليكم السلام، أهلا بحضرتك. الحمد لله كله تمام. قول لي بقى كريم، الطلبة اللي خلاص دخلت الامتحان بتعمل ايه؟ يعني طبعا لسه في وقت لحد امتحان العربي، احنا خلاص دخلنا فترة الامتحانات. كل اللي فات بقى مش مشكلة، ايا كان اللي ذاكر كويس اللي قصر شوية عادي، كلنا بتجيلنا فترات ونقصر فيها، بس المهم بقى اللي جاي ولسه في وقت كتير. يعني العربي بقى شوف كل واحد على حسب بيحب يدي قد ايه للعربي، بس ايا كان الايام اللي انت حددتها تشتغل هو فيها تمام. المفروض يحدد قد ايه مثلا؟ يعني هي دي بتفرق من كل شخص للتاني. يعني انا عن نفسي خدت اسبوع، ممكن حد تاني يحب اكتر يحب اقل، بس يعني اهم حاجة ان العربي ياخد حقه. تفرق في الاسبوع ياخد حقه فيه؟ يعني عشان العربي اتقل ماده وبيبقى اصعب امتحان، مش غير صعوبه المنهج او تقله، بيبقى فيه زي رهبه او خوف بقى من اول امتحان ثانويه عامه وكده، تمام. يتجاوز الرهبه دي بايه؟ بان هو يعني زي ما قلت لك يبدا من بدري، فيدي العربي حقه، يحس ان هو ما وراهوش حاجه كتير، ان هو معاه وقت وبيخلص وبيعمل. وتوتر طبعا العربي نفسه يعني هو صعب، بس لازم نحاول نسيطر عليه بان احنا نهدى شويه، واللي هو امتحان زي بقيه الامتحانات عادي جدا. وفي تقريبا ميزه في الدفعه دي ان هم هينزلوا قبل العربي يمتحنوا ال ياخدوا ال شايف ان دي ميزه ان هو ايه، هياخدوا شويه رهبه اه قبل اللي هو الامتحان. دخل لجنه الثانويه العامه مرتين في امتحانات يعني مش باهميه العربي، فدي هتبقى ميزه ان هو يبقى مستريح شويه ساعه العربي. بيفك رهبه اللي مره واحده لاقي العربي في وشه. اه بالظبط، لان كون ان الورقه بتنزل كده مره واحده بتبقى صعبه. ايه الحاجات اللي انت كنت شايفها غلط كنت بتعملها تنصحهم ما يعملوهاش؟ يعني طبعا ان الواحد يزهق من المذاكره فيقول مش مذاكر خلاص مش مشكله، يعني هو لا، احنا كلنا بنزهق وبنتعب عشان السنه طويله جدا، بس يعني هو هانت خلاص، فاضل حبه قليلين، نشد حيلنا بس في الوقت ده عشان يعني ربنا يكرمنا، وكده كده مستقبلنا في ايدينا. خلاص ما شاء الله ربنا يوفقك. الحمد لله. قول لي بعد العربي، انت كنت علم رياضه، نخش شويه على مواد علم رياضه. وانت كنت شايف مثلا ايه اصعب ماده تنصح الطلبه اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي يذاكر يفتح مواد في الايام دي، ولا لا خلاص عربي بس؟ انت شايف ايه؟ يعني ممكن هو طبعا كل شخص على حسب راحته، بس ممكن اللي هو في خلال ايام العربي مثلا في اخر اليوم مثلا يحل كام سؤال من فرع مثلا في الماس، يحل شوية اسئلة في الفيزياء، يعني عادي مش هتفرق. بيدخل معاه ممكن يعني ممكن مش هتخسر حاجة، لان هو مجرد حل مش مذاكرة بقى والكلام ده، هو بس عشان يمشي ايده عشان يعني ما يتعبش ساعات الامتحانات دي. يعني ده مش هيد... ده ما يدخلش مادة في مادة والكلام ده كله لا لا لا، هو بس عادي. مجرد شوية حل أسئلة كده في آخر اليوم قبل ما ينام، وعادي يعني ممكن ساعة ولا حاجة في آخر اليوم وخلاص تبقى حلوة قوي. انت كنت بتعمل ده يعني كام يوم كده، بس طبعا آخر 3 أيام قبل العربي عربي طول اليوم. عربي طول اليوم؟ طب اذاكر عربي ازاي؟ او اراجعه ازاي؟ او اقسمه ازاي؟ او ابتدي بايه؟ يعني هو برضو موضوع طريقة المذاكرة دي. من واحد للتاني، بس انت مثلا كنت بتعمل ايه؟ او انت يعني يعني كله انا انا كنت باخد من كل فرع في خلال اليوم، يعني ما بمسكش فرع كله عشان مثلا اللي هو ما يدخلش كله جوه دماغي واجي مرة اقفل خلاص مش قادر، فكنت باخد شوية من هنا افصل شوية من هنا شوية من هنا وهكذا يعني يعني. تعبير، نحو، قراءة، نصوص، بالظبط كده، قصة، بالظبط، ممكن يعني تتنوع. حبة حبة كل يوم كده. يعني ده على مدار اليوم انت بتذاكر كل ده، مش بتاخد مثلا سي نقول القصة بتذاكرها طول اليوم؟ لا لا ممكن مثلا اخد في يوم قراءة وقصة وتعبير مثلا، يعني تمام. يوم تاني اخد نصوص ونحو وبلاغة، اقسم كده. وطبعا ما بيبقاش الفرع كله، بيبقى حبة بس. أراجع مراجعة بس ولا احل؟ ولا راجع واحل؟ بالظبط، ليه مش الاتنين؟ يعني ما في ناس، في طلبه تقول لك طب انا هراجع خالص واخلص مراجعه وابقى احل في يوم تاني.
حلو ده انا مع الرأي ده. انت مع الرأي ده؟ يعني مثلا لو هتدي العربي اسبوع تقعد مثلا 4 ايام بتراجع بس مذاكرة بس، وممكن 3 ايام بتحل عشان تمشي ايدك على اللي انت اوريدي حليته وذاكرته. ولا راجع وفي نفس اليوم احل؟ يعني بحسها صعبة شوية، بس يعني لو حد مرتاح بالطريقة دي طبعا تمام. انت كنت بتراجع الاول كنت براجع الأول أخلص مراجعة خالص وأمسك بقى حل بس. على طول؟ ده في كل المواد. تمام. المادة اللي كنت بتعمل لها حساب كبير مع العربي، فكنت ممكن تذاكرها مع العربي او كنت مقلق منها؟ طبعا الفيزياء وفروع الماس كلهم. كلهم. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخد احل امتحان مثلا فيزياء، امتحان تفاضل ديناميكا كده، يعني على قد ما اقدر عشان هما دول كانوا اتقل حاجة، وهما دول علم رياضة. هما دول اللي خلاص هما ما يعني تحس انهم علم رياضي، فانت شايف انك كنت ممكن شويه بتاخد منهم في العربي. ممكن اللي هو زي ما قلت لك في اخر اليوم كده شوية حل ما بتجيش على العربي، يعني ما بتأثرش. خلاص انا والورقه وجها لوجه الامتحان، اعمل ايه؟ اهم حاجة الهدوء، يعني الورقة بتخض وورقة امتحان عربي ثانوية عامة بتخض، بس مش مشكلة يعني نحاول نهدى. والورقة يعني احنا قاعدين ال3 ساعات بقى، اللي هو الورقة مش هتطير مننا، معانا ال3 ساعات ونهدى بقى، كل سؤال نعدي بالراحة. في الأول بيبقى الموضوع لسه صعب، اللي هو أنا حاسس إن أنا متوتر والأسئلة أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أكتب إيه، بس بنهدى كده، واحدة واحدة الامتحان بيمشي في إيدينا عادي جدا. وعادي لو عدى سؤال في النص مش عارفينه بنسيبه ونبقى نرجع له في الآخر، وإن شاء الله كله بيبقى تمام. يعني ما لو حصل وحد اتوتر، شايف يفك التوتر ازاي؟ انت توترت في الامتحان؟ طبعا تفكيت توترك ازاي؟ يعني ممكن او ايه مثلا السؤال اللي وترك؟ او مثلا ايه الحاجه اللي كنت خايف منها فوترتك؟ مش عارف، يعني انا دخلت على الادب اتخضيت، على طول؟ اتخضيت كده. ف انت اول ما بدات بالادب؟ اه على طول. انا كنت اللي هو انا حافظه بقى، عايز اخش ادي لنفسي حاجه كده اللي انا بحله. اللي هو اعرف اكتب، فبقيت الامتحان يمشي معايا. بس اتخضيت برضو، اللي هو عملت ايه؟ يعني حاولت ارجع كده شويه وهديت. طبعا معايا المايه بتبقى مهمه في اللجنه، ومش شرط مايه بس، يعني ممكن حاجه خفيفه، حاجه مسكره مثلا، شوكولاتايه بتاع دي، بتخلي الواحد يفصل في وسط الامتحان وبتدي طاقه. يعني تمام زي الفل. عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ شربت ميه بعيد قد يعني ايه؟ فكرت في ايه؟ يعني اللي هو هديت كده، شربت ميه وقعدت 5 دقايق كده احاول بقى اجمع نفسي واخش تاني على الورقه بس. وبعدين عرفت ادخل بقى واحده واحده واجاوب على سؤال، اسيب التاني بس، اللي هو بدات امشي في الامتحان واحده واحده خالص. وفي حاجة سبتها ورجعت لها تاني؟ طبعا طبعا بسيب حاجات كتير، يعني بسيب حاجات كتير وارجع لهم بقى في الاخر الوقت. وده بيحصل في كل الامتحانات نص درجة نستفيد. في العربي يعني، عارف نستفيد؟ لا مش عارف فين بس. عارف فين؟ بس في العربي. خلصت العربي، جميل. أفكر في إيه أو أعمل إيه؟ اول حاجه صفحه العربي تتقفل خالص، يعني ايا كان الامتحان كان عامل ازاي، حليت ازاي. يعني انا عن نفسي ما بحبش اراجع، ممكن ناس تانية تحب تراجع بعد الامتحان، بس انا ما بفضلش الموضوع ده عشان بيخليك تفكر في اللي انت اوريدي حليته، وده خلاص حصل يعني مش هتغير حاجه. فممكن اللي هو ما تراجعش وما تبصش على الاجابات، تخلص اللجنه وتروح على طول وتنام بقى، تريح يوم العربي ده خالص كده، تفصل نفسك، وبعدين بقى نبدا نشوف بقى الامتحانات اللي بعدها. يعني ايا كان انا عملت ايه حليت ايه ما فيش. كنت خايف خلاص. اكتر ماده كنت بتخيلها وخايف منها؟ الفيزياء، كنت خايف تنقص فيها درجات او حاجه؟ يعني بعيدا عن الدرجات، انا كنت خايف ان انا يبقى قدامي السؤال انا مش فاهم هو عايز ايه ومش عارف اعمل ايه. وايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انا يعني ايام الفيزياء كانت صعبة ومتوتر وبتاع، بس حاولت على قد ما اقدر اللي هو اراجع كام يوم، يعني قسمت الايام شوية مراجعة وشوية حل. وبعدين بقى خلاص انا في الحل وبتاع بحل، لقيت ان الحمد لله يعني ايه ده، طب ما الاسئله بتتحل اهي وماشيه معايا. ده في الامتحان ولا في المراجعة؟ لا في المراجعه المراجعة قبل الامتحان. في الامتحان. في الامتحان دخلت اللي هو يعني بعدي على الاسئله كده، ببص بصه، السؤال ده انا عارفه،
اخش احله على طول. السؤال ده مش قوي، مش مشكلة دلوقتي، وهكذا سؤال على سؤال على سؤال. فبيخليني حتى اللي انا مش عارفه ببدأ اكتب فيه كلام، مجرد ان انا ابدأ في كام خطوة كده السؤال بيمشي معايا بقى. بس امتى عيطت؟ يعني ليلة امتحان العربي، ليلة امتحان العربي عيطت، ليلة امتحان العربي مش من المنهج او حاجة، من التوتر بس، لان هي اصعب ليلة امتحان. طبيعي ان مثلا الطالب يبقى خايف، يجيله فكر ان هو لا مش داخل امتحان، اقعد اعيط اعمل ده. هو عادي ان هو يتوتر ويبقى خايف من الامتحان، بس يعني ممكن الناس تطلع لها فكرة اللي هو طب ما اخش الامتحان وخلاص. يعني عادي، احنا معرضين كلنا ان احنا يطلع لنا فكرة زي دي، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نسمعش الفكرة دي خالص، نحاول نطلعها من دماغنا. ومش مشكلة يعني، انت ذاكرت وعملت اللي عليك، خش الامتحان والباقي بتاع ربنا خلاص. انت هتخش تكتب وبعدين تطلع من الامتحان، النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعب زي بالظبط ما احنا بنقوله. بالظبط، ربنا ما بيضيعش تعب حد. الفيزياء كانت اصعب ماده بالنسبه لك صح كده؟ امتحانها كان عامل ازاي بالنسبه لك برضه؟ يعني كان شوية وشوية، اللي هو شوية أسئلة أنا شفتها قبل كده، أنا عارف أنا هعمل إيه، شوية أسئلة اللي هو يغير الصيغة، فأنا مش حاسس إن السؤال جديد، بس اللي هو بسيب أي سؤال كده من النوع ده أسيبه خالص، وبعدين في الآخر بقى أرجع طب واحدة واحدة، هو مديني كذا وعايز كذا، وأبدأ أمشي في الخطوات والقوانين وبتاع لحد ما يعني الحمد لله تمشي. خرجت من مادة كنت خايف لا قدر الله تنقص فيها درجات كتير، أو لأ بقى أنا حصل لي رهبة، وفي الآخر لقيت ما شاء الله فيها مجموعة كويس. هو لا يعني كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخرج من اي امتحان ايا كان، هو كان ايه صعوبته وانا كتبت ايه، ان انا اخرج منه خلاص اروح على البيت انام بقيت اليوم واعيش حياتي، اليوم ده اجازة وخلاص بقى، مش اقفل صفحة الامتحان ده تماما. يعني طبعا احنا كان ساعتها في كورونا، فما فيش دروس وخلاص قاعدة في البيت بس، فاللي هو يعني كنت بنام تمام ايا كان بقى بنام قد ايه. انا ما حبيتش اجي على وقتي في النوم، لان انا شايف ان مهما كانت مذاكرتي لو انا مش نايم كفايه مش هعرف اعمل حاجه. فكنت بنام كفايه، سواء بقى 9 ساعات 10 ساعات، واصحى بقى. يعني النوم مهم، النوم بالنسبه لي كان اهم حاجه، اللي هو انا ممكن ما ابقاش مذاكر بس عشان فايق اعرف اكتب حاجه. يعني تقول لهم ناموا ومحدش يطبق ويروح الامتحان صح؟ لا طبعا لا طبعا، يعني انت لو مش هتذاكر مش مشكلة، بس نام قبل الامتحان وقت كفاية، يعني قبل الامتحان 7 ساعات 6 ساعات اقل حاجة، بس تبقى نايم، حتى لو ده هيخليك مش هتذاكر مش مشكلة، النوم اهم. لو حد طبق وروح الامتحان ممكن الدنيا بتبوظ يعني. هو طبعا ممكن ناس تبقى قدراتها ما شاء الله يبقى مطبق ويروح يحل عادي جدا، بس الأغلبية إن هو لما بيطبق خلاص ما بيبقاش فايق ومش مركز في أي حاجة، وممكن يبقى سؤال سهل هو عارفه بس هو عشان مطبق مش نايم فمش عارف يعمل حاجة. عايزك لو تعرف تديني مثلا 5 نصايح للطلبة تسلم بيهم دلوقتي. ماشي، 5 نصايح. يعني أول حاجة نحاول نقلل التوتر، لان الهدوء والثقه كده اهم حاجه. يعني ايا كان المذاكره حاسسها شويه مقصر شويه مش مشكله، بس حاول تهدى على قد ما تقدر. تاني حاجه ان ايا كانت ماده الامتحان اديها حقها، اعمل يعني اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا. تاني حاجه في الامتحان، يعني في اللجنه نفسها، قبلك سؤال مش عارفه كام سؤال مش عارفه مش مشكله، سيبهم وابقى ارجع لهم في الاخر. حتى لو طلعت من الامتحان، يعني طبعا اهم حاجه ان انت ما تسلمش الورقه فيها سؤال فاضي، حتى لو مش عارف اكتب اي حاجه ده مش مشكله يعني، وبتاخد عليها درجات، مش شرط درجه السؤال كامل بس تاخد درجات. تطلع من الامتحان خلاص بقى اقفل صفحه الامتحان ده خالص وريح اليوم ده، روح البيت كل نام كل حاجه، اعمل اي حاجه نفسك فيها، ممكن تخرج كمان عادي، لان اليوم ده يعني اعتبره اجازه بتفصل انت، وبعدين نخش بقى على الماده الجديده. بس وحاجة كمان، ما نجيش على نفسنا في النوم ونحاول نركز، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا ليك يا كريم، ربنا يوفقك، وبإذن الله إن شاء الله نشوف كل طلبة ثانوية عامة من الأوائل. إن شاء الله يا شكرا رب. ليك، شكرا لكم.